عائلة مسلمة فقيرة في الهند يقومون بتزويج بناتهن أطفالا إلى رجال عرب طاعنين في السن مقابل المال طبعا، في ظاهرة عرفت بزوجات العطلات. هذا ما كشفه تحقيق خاص أجرته بي بي سي في الهند. طبعا قصة فرحين، وهي إحدى البنات الموجودة في ثنايا التحقيق، هي إحدى القاصرات ضحايا هذه الزيجات بما يعرف بعرائس العطلات. فرحين كان حلمها أن تصبح ممرضة في المستقبل، ولكنها وجدت نفسها متزوجة من شيخ من الأردن يبلغ من العمر 55 عاما، في حين كانت بالكاد تبلغ 13 من العمر. تعد قضية الهندية القاصر فرحين واحدة من بين 48 حالة سجلتها شرطة الهندية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقالت فرحين بأنها تقدمت بشكوى للشرطة. ولكن نائب عن شرطة المنطقة في منطقة حيدر أباد يقول: غالبا لا تأتي الضحايا إلينا، ولكن عندما يفعلن ذلك فإنهن يأتين بعد أن يكون الشيوخ قد هجروهن وهربوا إلى بلادهم. ويضيف المسؤول في شرطة حيدر أباد: يشكل هذا تحديا كبيرا بالنسبة لنا، فعلينا حينها أن نتواصل مع وزارة الشؤون الخارجية، وحتى بعد ذلك فإن نسبة احتمال إعادة هؤلاء الشيوخ إلى الهند هي ضئيلة جدا. ولكن في شهر أكتوبر قضت المحكمة العليا في الهند بأن علاقة جنسية مع زوجة يقل عمرها عن 18 عاما تعتبر اغتصابا، وهو حكم يقول نشطاء أنه خطوة مهمة على طريق وقف زواج القُصّر. وقالت المحامية أنديرا جايسينغ، محامية في المحكمة العليا في الهند، أن الحكم سيجعل زواج الأطفال غير قانوني. ولكن مشاهدينا، طبعا ينتشر زواج القُصّر في الهند لا سيما بين فقراء الريف. تقول تقارير الشرطة أن هناك شبكة إجرامية معقدة تقف وراء هذه الزيجات، وتسعى وحدة حماية الأطفال في المنطقة حيدر أباد لتوثيق الدعاوى المقدمة من القاصرات. وهذه طبعا صورة مشاهدينا من الصحف المحلية تتحدث عن بيع القاصرات إلى رجال عرب موجودة في وحدة حماية الأطفال في حيدر أباد. ولكن هذه صورة لرافيو بانو المدعي العام في وحدة حماية الأطفال في حيدر أباد، تتطلع على الشكاوى والتقارير للقاصرات المتزوجات من رجال عرب. طبعا معنا من عمان الدكتورة عصمة حوسو، رئيسة مركز الجندر للاستشارات النسوية والمتخصصة في دراسة المرأة. مرحبا بك دكتورة. يعني هذه قصة البعض يعني يقول أنها تدمي القلب، ولكن إلى أي مدى هي منتشرة في العالم وفي العالم العربي تحديدا، وكيف يمكن أو كيف السبيل لمعالجتها؟ نعم، شكرا لكم على إثارة هذا الموضوع. يعني منتشرة جدا، هاي ظاهرة ترتبط بظواهر أخرى. لو بدنا نيجي نشوف شو الظواهر المربوطة فيها، هي ظاهرة الرقيق، تجارة الرقيق الأبيض، ظاهرة الاتجار بالبشر عن طريق السماسرة للأسف، زي هدول الناس اللي بيقبضوا فلوس عشان يجيب لهم بنات قُصّر.
مدى انتشارها بالعالم النامي أولا بشكل كبير، وبخصوص يعني بشكل خاص بالعالم العربي، لأنه مرتبط بظاهرة أنتم حكيتوا أول التقرير ببلد فقيرة، الفقر، ظاهرة الفقر، فصفى أنه اللي عنده بنات هي وسيلة عنده لكسب الأموال لما يكون ما في هناك مصدر آخر. الدول النامية هي دول فقيرة إجمالا، ولكن الدول يعني قد العربية ليش يكون في موجود الهند هناك فيها هاي تجريم الظاهرة؟ لزواج القاصرات الآن، ولكن في العالم العربي وفي الدول العديدة ما زال يعني زواج القاصرات أمرا مشرع به قانونا. ما انا هاي النقطه اللي كنت عم بحكيها لما حضرتك عم تعطيني، انه احنا بالعالم العربي بشكل مخصوص منتشره لانه هي مربوطه بالناحيه الدينيه المشوه طبعا، والعادات والتقاليد، انه البنت اذا وصلت لعمر البلوغ واقل من البلوغ احيانا بصير في تزوير مرات، انه مقبول تزويجها للاسف، على الرغم من كافه الجهود اللي بذلتها الحركات النسويه في الدول العربيه على رفع سن الزواج، الا انه هناك ما زال في تزوير لشهادة الميلاد عشان يزوجوا البنت. طبعا مين المستفيد من هذا الموضوع؟ زي ما قلت لك طرفين، الطرف الأول السماسرة تبع عيون البشر اللي بيكون عندهم مكاتب خاصة للتزويج والاتيان بالفتيات الصغيرات اللي قتلت أحلامهن. رقم اثنين الرجال الكبار للأسف اللي بدهم يحققوا متعتهم تحت شرعنة سلوك غير شرعي تحت إطار زواج المتعة، فبيروحوا على هاي البلدان الفقيره وبيجيبوا بنات وبفلوسهم بيقدروا يعملوا لكم بيهربوا، فبتصفي البنت مغتصبه، بتصفي البنت مرات ممكن تكون في حمل، البنت راح مستقبلها وممكن تعرض لقتل لانه بالاخر هي اصبحت انسانه غير عذراء وبلا زوج، فهناك بتصير في نتائجها مش بس نفسيا على البنت، نتائجها كمان مجتمعيا كمان بتصير غير مقبوله ومرفوضه لانه الزوج هرب مثلا، او اذا كان موجود بتصير هي مجرد محطه له بسفراته متنقله عشان بس يستمتع فيها بفلوسه للاسف. طبعا دكتوره هذا اذا عصمت في حوصه سبب. رئيسه مركز الجدل للاستشارات النسويه، شكرا جزيلا لك.